السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير، تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم البنات جيت نصاوب معاكم صفه بطريقه جد سهله ومبسطه، وكتوجد في 10 ديال الدقائق ما كاملاش. بالنسبه لي هنايا انا عندي هنا نص كيلو ديال صفه شعريه، صفه دهنتها بتقريبا 4 كاس ديال الزيت باش تدهن ليا مزيان وتطلق ليا مزيان بهالطريقة هذه. مهم يعني كل واحد والطريقة ديالو كيفاش كيدهن. كما كسبق لي وقلت لكم دائما انا كنعطيكم الفكرة، ولكن نتوما كتبدعوا بالطريقة ديالكم. البنات بالنسبة للصفة خاصها ضروري تكون صفة مزيانة، يعني ديال النوعية الجيدة. غادي نديرها في الكسكاس ونخليها تفور مزيان بهالطريقة. بنات نخليها تفور مزيان حتى تطلع مزيان. عندي غسل هنايا شويه ديال الزبيبه ونحطو وهنشد الشعريه ديالي وغنديرها في القصريه ولا البانيو ولا اللي عندكم، يعني اللي كتستعملوا. وهنشدها ونخوي عليها هذاك الماء طايب اللي فورت به الشعريه، وغادي نخليها ونبقى نمرمرها بحال هكذا. نخليها ونحاول انني نحلها مزيان. أيذكرني وأنساه وليس الحب إلا هو، وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه، إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يحفظني ويرعاني بعيناه، وأدعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه، وتغرقني عطاياه. رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه، هو الله هو الله، وما للروح إلا هو، وما للروح إلا هو. بعيد لا أشاهده وملء العين رؤياه، قريب لست أدركه ولا تدرك خفاياه، ولا تدرك خفاياه. وفي سمعي وفي بصري دليل أنه الله، هو الله هو الله. انا البنات من بعد ما حسيت بها راها طابت مزيان، غادي نشدها ونديرها في الكسكس ونبردها من روبيني بهالطريقه هذه. البنات هالطريقه هذه ديروها حتى الشعريه الى تعجنات لكم ما بقاش الصوب، يعني بهالطريقه هذه كتجي زوينه بزاف وكتصلح. انا البنات دابا غادي نديرها في الكسكس ونديرها تفور. البنات ها هي بدات كتطلع فيها التفويره، يعني بدات كطيب شي شويه. نخليها هكذاك، ما غادي نحركها ما والو، نخليها هكذاك حتى تفور كامله، ونزيدها شويه ديال الزبده باش ان شاء الله تحل ليا مزيان. يعني الزبده كتساعدها هي والزيت كيساعدوها انها تحل مزيان. علاش انا قبيله درت فيها تقريبا كاس، يعني تقريبا 4 كاس ديال الزيت باش تحل ليا، يعني ما تعجنش. المهم انتم شوفوها كيفاش جات.
هي تقريبا طابت البنات، يعني طابت. انا هنا البنات غادي نزيد نحلها بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نزيد نحلها بديك الزبده، وما حدها سخونه، يعني ما حدها سخونه، غادي نزيد نبقى نحلها بيدي هكذا بالملعقه الخشب بهذه الطريقه حتى تحلي مزيان. ما تخافوش منها البنات، راها ما كتعجنش، يعني الا كانت الشعريه نوعيه مزيانه راه ما تعجن، ما يوقع لها حتى شي حاجه. صافي بقى نحلها. أيذكرني وأنساه، وليس الحب إلا هو، وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه، إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يحفظ. هنا البنات عندي شوية ديال المليحة، شوية ديال السكر كلاصي، وعندي تقريبا كاس ديال الحليب. هاد الكاس ديال الحليب البنات نخليه يغلي فوق البوطة مزيان حتى يطيب، يعني حتى نحس به انه غلى وطلع، ونشدو ونخويه فوق من ديك الشعريه ونخليها تشرب، يعني بالطريقه الاولى اللي خويت عليها الماء ونخليها تشرب. يعني الحليب كيزيدها واحد المذاق رائع صراحه. والبنات انا في ديك الحليب راني منين حاولت انا نخوي هو طايب، راني درت هذاك جيرفي ديال الوليدات الصغار ولكن ما صورتوش صراحة. كيعطيها الحليب وجير في واحد المذاق هائل. نتمنى انكم تجربوها، واللي شافت هذا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك والقناة، وشكرا للبنات اللي كيدعموني، كنشكركم بزاف، ونخليكم مع الطبق النهائي. أيذكرني وأنساه، وليس الحب إلا هو، وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه، إذا ما الذنب أضناه بصمت الليل يحفظني ويرعاني بعيناه، وادعوه فيسمعني وتغرقني عطاياه، وتغرقني عطاياه، رحيم ليس يتركني إذا ما قلت أواه، هو الله هو الله، وما للروح إلا هو، وما للروح إلا هو، بعيد لا أشاهده، وملء العين رؤياه، قريب لست أدركه، ولا تدرك خفاياه.